وكانت الخطة الزمنية للقضاء على الدرعية أيام بضعية من يوم إلى شهرية، إلا أن الواقع صادم. حاصر ورس 6 أشهر، وحاصر حنيضل 6 أشهر، وحاصر والدرعية 6 أشهر. هذه المدد الغير متوقعة جعلتهم يقررون الإبادة الجماعية لجنس النجديين، صغير وكبير وذكر وانثى، واحراق الأخضر واليابس لجعل أراضيهم غير صالحة للسكنة والمعيشة، لا حاضر ولا مستقبل. وأي بير يعتقلونه يرسلونه لإسطنبول. ليش؟ حتى يشرف القادة بأنفسهم على قتله. سقطت الدرعية كبنيان، وقتل الأمراء كأشخاص، وأحرقت النخيل كأشجار. ولسان حال الأهالي يقولون تبطي لكنه ما تخطي، يا ويلك يا الظالم من المظلوم، يا ويلك يا الظالم من المظلوم. الفتاة التي معها صبي، ائتني بتلك الفتاة. حاضر أفندم. يخيل لي أني رأيتك في أماكن عدة، في ميناء ينبع وعند أسوار المدينة المنورة، وها أنا أراك في الدرعية، فما هو سرك؟ ليس هناك في الأمر سرا يا باشا، لقد قدمت إلي من بلادك، فماذا تتوقع أن ترى؟ أنا قدمت إليك، ومن أنت ليقصدك عظمة إبراهيم باشا أيتها البائسة؟ وربما تأتي أنت في يوم ما لزيارة هذا الطفل. يا لها من فتاة وقحة! إذا لي يا سيدي أن أضع رصاصة من مسدسي في رأسها. لا لا لا، أريدها أن تذوق مرارة الهزيمة والدمار والفت. هل هذا الطفل الذي معك ابنك أيتها الفتاة؟ هو كذلك. ما اسمه؟ اسمه المستقبل. ما
هل المستقبل اسم؟ أسميه المستقبل لأنه لم يولد بعد، ولكنك تستطيع أن تسميه سلمان. لم يولد بعد؟ هل أنت مخبولة أيتها الفتاة؟ أم أن فاجعة الدرعية قد أخلت بعقلك؟ لست ألومك يا باشا، فأنت لا تعلم بأن الدرعية ستبقى، وسنبقى نحن، وتذهب أنت وجيشك إلى النسيان، وتعود من حيث أتيت، حيث لا لقاء بيننا بعد ذلك. انصرفي، انصرفي الآن قبل أن آمر بإعدامك وصلبك على أحد أعمدة الدرعية. هيا هيا قبل أن يضيق بك صبري. يا سلام، هالكلام اللي سمعتوه قبل شوي تراه حاصل قبل 300 سنة، اللي هي 3 قرون. البشوات ماتوا ولا لهم أي دتر، دولتهم تبخرت من الوجود وانتهت، لا بشوات ولا دولة. وهذه الدرعية شوف عيونكم. ليش أقول هالكلام؟ أقول هالكلام لأن همة السعوديين مثل جبل أطويق اللي تحته هالدرعية، قول وفعل وعدل، وهذه الأفعال زادت من قبول الناس لعدل ابن سعود.